العديد من المؤشرات الفرعيه. اذا عندنا مؤشر سمات الاعمال بين 2015 حتى 2019، وعندنا المؤشرات الفرعيه. عندنا كذلك قيمه المؤشر ورتبه الجزائر ضمن 180 الى 190 دوله. اولا فيما يخص المؤشر الفرعي بدء المشروع، فان قيمه المؤشر 74 ارتفعت من 2015 الى 2018 الى حوالي 77.54% في رتبه 145 من اصل 180 دوله. اما المؤشر استخراج تراخيص بناء كان 65 سنه 2015 ارتفع الى 58.89. اذا هناك عده مؤشرات، منها مؤشر بدء المشروع، استخراج تراخيص بناء، تسجيل ممتلكات، الحصول على الائتمان، دفع الضرائب، تجاره عبر الحدود، تنفيذ العقود، تسويه الاعصار، يعني يخص جلب قضايا تنفيذ العقود وتسويه حاله الاعصار. مؤشرات هناك تحصل فقط في ثلاث مؤشرات: مؤشر الحصول على الكهرباء، ومؤشر حمايه المستثمرين، ومؤشر التجاره عبر الحدود. اما المؤشرات الاخرى هي مؤشر تتعلق بالجانب اكثر بجانب الاداري، وبالتالي نلمس هناك بيروقراطيه في 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 عرقله المشاريع الاستثماريه. اذا فحسب تقرير 2019 فان الخدمات التي شهدت تحسنا طفيفا نجد خدمات لحمايه المستثمرين والتجاره عبر الحدود وخدمات الحصول على الكهرباء، حيث قامت الجزائر بتحسين عمليه توصيل الكهرباء، بينما الخدمات الاخرى عرفت تقهقرا، وهي على العموم تتعلق بالخدمات الاداريه، خصوصا مؤشر انفاذ العقود الذي يعيش الوقت والتكلفه اللازمتان لتسويه نزاع تجاري من خلال محكمه الدرجه الاولى المحليه، كذلك وقت تسويه حاله الاعصار الذي يقوم بدراسه الوقت والتكلفه والنتائج المتعلقه باجراء الدعاوى لاشهار الافلاس، بالاضافه الى قياس صلابه الاطار القانوني الساري عن اجراء التصفيه واعاده التنظيم. اذا من خلال الجدول يتبين لنا مدى صعوبه القيام بالاعمال سواء في خلق مؤسسه او القيام باي عمل تجاري، خاصه فيما يتعلق بالملكيه وعدد الوثائق المطلوبه لذلك. فالجزائر خلال هذا